شفت الفيديو ده؟ ماكراجر بيقارن الساعات مع رونالدو. السوشيال ميديا الرياضية في العالم مقلوبة على اللقاء والفيديوهات اللي انتشرت برونالدو ماكراجر. رونالدو كان موجود في كينيدام أرينا بالرياض لحضور نزال اليوم الحاسم، وده واحد من أكبر عروض الملاكمة في العالم. وهناك كان موجود ماكراجر بطل ليو اف سي السابق، واللي معروف بطريقته العنيفة وحركاته المجنونة. ماكراجر كان موجود جنب رونالدو، وطول ما هو بيتكلم رونالدو ما كانش مرتاح، ورونالدو كان بيضحك ساعتها ضحكات استنكارية. ماكراجر حب يكسر التوتر اللي بيحصل وقارن ساعته بساعة رونالدو. عموما ماكراجر بيملك مجموعة ساعات قيمتها بتوصل للتلاتة مليون يورو. اما رونالدو فمن فترة عرض ساعة واحدة من ساعاته وكان تمنها بيوصل لواحد وستة من عشرة مليون يورو. بعد الفيديوهات دي وانتشارها، الناس بدأت تتكلم عن قد ايه رونالدو ما كانش طايق نفسه، وانه كان متضايق جدا من ماكراجر. ورونالدو بمنتهى الذكاء قرر يستغل الاشتباك العنيف ده على النت لصالحه، ونزل صورة عنده على الانستجرام مع ماكراجر بيضحكوا فيها، وكتب عليها الوصف الافضل للصورة يفوز، وكأنه بيدعو جمهوره للتفاعل اكتر مع محمسه.